يعني بالنسبة لكم تكملت الفصل الأول. هسه بلش فيصل سجل إذا تريد. يعني تمام دكتورة، بلشت. بالنسبة للبريو احنا قلنا عندنا two type of surgery، قسم من عدها اللي هي treatment، الهدف من عدها كلش مهم هاي انتبهوا عليها، الهدف من عدها نتخلص من البوكت سواء كان فولس بوكت او ترو بوكت. مثلا بالجنجيفكتومي احنا نتخلص من الفولس بوكت لان البوكت بحد ذاته هو ريتنشن فاكتور للبلاك. بالموديفايد وودمان فلاب اللي هي احد العمليات اللي نتخلص من اتها من الترو بوكت. الترو بوكت معناته عندي بون ريزوربشن انجولار اور هوريزونتال وياها لوس اوف اتاتشمنت، صار عندي مايجريشن بالجنكشنال ابيثيليوم ابيكالي، فحتى اتخلص من عنده لازم اني افتح سيرجري انظف البوكت اوبن اند سي، يعني اسوي الروت بلانينج open technique بدل ما هي root planning close technique، افتح فلاب وانظف حتى اتخلص من البوكت اللي عندي. بالنسبة لهذه العمليتين الجنجيفكتومي والموديفايد ويدمن فلاب هي treatment، بس مرات انا عندي سايد افكت من البريودنتيتس، مثل عندي gum recession صار عندي انسحاب بone tooth أو multiple، هذه الحالة الجام ريسيجن تكون end result لبريودنتال ديزيز. مرات تكون الجام ريسيجن مو نتيجة بريودنتال، مثلا هو healthy، انتم ما أخذتوها بالكلاسيفيكيشن شرحناها، أو هو healthy بس عنده reduce بالبريودنشم نتيجة faulty dentistry، نتيجة faulty brushing، فيأثر خصوصا منطقة الكناين، الكناين اللي ان bulk، فيصير حواية بقم ريسيجن بهذه المنطقة. القم ريسيجن هنا قلت لكم مرات هو هيلثي بس يجي يعاني من عدها، شلون اني اعدل الهيا، شلون اصلح الهيا. هذه من العمليات المهمة اللي احنا نسميها الروت كفرج. الروت كفرج هي هواية عمليات اللي هي عندنا قلنا نقدر نسوي لها soft tissue graft، سواء كان انه نسحب soft tissue lateral repositioning flap، او النوع الثاني عندي نسميه double papillary flap او coronal repositioning flap semilunar flap، كل واحدة لها indication. ليش احنا نسوي مثلا lateral repositioning flap؟ هاي انتبهوا عليها صف خامس، قد تكون مذاكرتها بالبي دي اف حتى لا حد يقول لي قلتيها او ما قلتيها. الاشرحها اني مهم، اشرحها اونلاين مهم، واجيب من عنده سؤال لانه مرات تجي ببالي معلومة اذكرها قد اكون اني ما كاتبتها او ما مسجلتها. فمثلا اللاترال ريبوزيشنينج فلاب يفضل انه احنا نسويه بالسنجل روت، سنجل روت، ولما يكون الجم ريسيجن تكون نارو اند ديب. بالسنجل روت جم ريسيجن نارو اند ديب نسوي اللاترال ريبوزيشنج فلاب. اذا كان عندي مالتيبل عده اسنان ممكن اسويها كورونال ريبوزيشنج فلاب، يعني افتح واسحب الفلاب الى الكراون الى السمنتو انابل جانكشن واسوي ريليز هنايا وأخلي سوتشرينج. أو مرات أحتاج إلى ثري جنجيفال جرافت، أخذ الجرافت من البلت وأغطي بأكبر منطقة ممكنة من الكفرنج. إذن كل عملية من العمليات اللي ذكرناها هي لها إنديكيشن وين نشتغلها. اللي هي يعني أكثر استعمالا هي اللاترال ريبوزيشنج فلاب، واللي تكون سنجل روت ديب أند نارو. إذا كان وايد مرات ما نقدر نسويها فنلجأ إلى جرافت، أو إذا كانت ملتيبل أيضا أما نسوي فري جنجيفال جرافت بأنواع، أما يكون فري جنجيفال جرافت ويا الإبيثيليوم أو يكون كونكتيف تشو جرافت اللي أسوي بذاك الوقت تنل وأخلي الجرافت وأغطي منطقة الكفرج. أكو مرات يكون عندي multiple gum recession بس المراجع ما يريد أخذ من التشيو مالته، ما يريد أشيل من البلت وأخليه،
اكو نوع نسميه الالودرن يكون جاهز يجي مثل الشريط او مثل كنا نشبهها بفتيلة الصوبة إذا تعرفوها زين، أو مثل شريط أجي أخليه على منطقة القمر السجن اللي هي مالتيبل قمر السجن زين يعني، وأغطي الأسنان كلتها وأسوي له سوتشرينج وراح ترجع تنمو عليه لثة تغطي لي الدفكت. بس اللي هي الأسهل اللي أنتوا هسه هي من ضمن شغلكم بالخامس مثل الجنجيفكتومي والموديفايد ويدمن هي اللاترال ريبوزيشن بفلاب. بقية العمليات هي أدفانس بعدين تأخذوها إن شاء الله إذا اختصيتوا أو دخلتوا أدفانس. اللاترال ريبوزيشن بفلاب شنو الفكرة مالتها أو البروسيجر؟ أنا مو عندي، انتبهوا معي، سينجل قلنا نارو قمر السجن، هذه المنطقة الانفلامد أجي أشيلها أقصها حتى أتخلص من الانفلامد كولا. بالضبط فكرة الموديفايد ويدمن، ذكرون من نسوي 3 انسجن حتى أشيل الانفلامد كولا، هنا أجي أشيل الانفلامد كولا حتى أطلع فريش healthy epithelium and connective tissue. بعدين أجي على التوث الادجيسنت أدخل بالسكالبل أو أوخر هذه كلها أشيلها أنزل إلى vertical. المنطقة اللي أقص بها هي adjacent للقمر السجن سواء كانت ميزيال أو ديستال، بس بيها شروط لازم تكون healthy، مو هي قمر السجن بس سن الوحيد اللي بيه قمر السجن أريد أغطي. اثنين، يجب أن يكون البون اللي تحتها بون healthy، ما بي لا fenestration ولا absorption ولا dehiscence. من أشيل تتذكرون من حجينا قلنا عندنا أنواع من الفلاب اللي هي partial thickness و full thickness. ال full thickness اللي أشيل كل soft tissue مع البريوستيوم، ال partial thickness أترك البريوستيوم. باللاترال repositioning flap هذه partial thickness، انتبهوا لها partial thickness، أجي أقص أعوف البريوستيوم وأسحب الفلاب من السن الصحيح أغطي وأسوي سوتشر هنا. بالضبط هذه أسحبها، وليش يسموها lateral position deflab أو lateral sliding مرات إذا تقروها بالنت sliding يسموها، أسحبها أغطي منطقة القمر السجن اللي عندي. هسه راح تسألون زين وهذه اللي بقت، هاي البقة تكون مغطاية بالبريوستيوم راح ترجع تكون كونكتيف تيشو وتكون مرة أخرى هيلثي جنجايفا وتغطي المنطقة. أوكي، هذه قلنا من تكون عندي سنجل روت زين يعني، من يكون عندي قلنا الوايد مالته نارو الادجيسنت توث اليمة والبابي اللي تكون healthy موجودة، هذه clinical. لمن عندي هنا قمر السجن هنا عندنا بالفور اجي سواله sliding هنا distally، اخذها من يمل مولر سحب قص سوى incision دخل partial thickness سحبها غطى منطقة القمر السجن. المنطقة هذه المفتوحة راح تبقى مغطاية بريوستيوم، يخلي عليها باك ترجع تكون مرة لخة healthy gingiva. هذه الاند ريزلت مالتها. هذه تعتبر من العمليات اللي هي aesthetic treatment، ده نعالجها لغرض الأستاتيك، يعني هو عند البيشنت قمر السجن بس بقية الأسنان ما بيها شيء، أما stable periodontitis زين، أو قلنا نتيجة هو مشكلة عنده هنا تروما faulty brushing أي إشكال، فصير دائما أما premolar أو بالكناين الصين عندي قمر السجن فأضطر أسوي له repositioning flap أو sliding flap، أسحب الفلاب وأخيطه وأترك المنطقة هذه covered with periosteum حتى تكون لي new healthy gingiva. أحد عنده سؤال إلى هناية؟ اللي عنده خلي يرفع إيده. وفيصل إذا أحد عنده سؤال دخل لي، افتهمتوها لهناية؟ فيصل وينك؟ موجود دكتورة، هو الطلاب يقدرون يفتحون المايكات مالتهم إذا عندهم سؤال خلي يسألوني حتى ننتقل
وحدة وحدة تكونوا فاهمية وفهمتوا الفكرة من عندها شنو هي وشلون نشتغلها. دكتورة العفو، عندي سؤال. يعني شو اسمك؟ زينة. يلا زينة. دكتورة، ال adjacent healthy tooth يعني ما ممكن يصير بيه recession؟ لا يعني في complication حتى لو عندنا periosteum؟ عفية خلص سؤال. لا مو احنا ايش قلنا؟ قلنا احنا نسويها من يكون عندي بقية يعني حالة الفم كلته هي healthy، اما stable periodontitis او القمر يعني القمر السجن صاير healthy with reduced periodontium نتيجة قلنا مشكلة اما trauma او faulty dentistry او faulty brush يعني false brushing. فدائما اليمه يكون هيلثي لازم، فمن اجوي اجي اسوي سلايدنج اعوفه مغطى بريوستيوم راسا راح يكون عندي نيو كونكتيف تشيو ابيثيليوم على هي منطقه اللي سحبتها، فما راح يصير عندي قمر السجن لان البريوستيوم مغطي كل المنطقه. تمام اوكي ما راح يكون عندي لان هو اصلا هيلثي المنطقه اللي اخذ منها. بعد اوكي نكمل. قلنا الانديكيشن مالتها مفروض يكون عندي سنجل روت يكون نارو مو وايد، اما اذا كان وايد واكثر من سن ذاك الوقت اضطر نسميه احنا كورونال ريبوزيشنج فلاب، اسوي انسجن منها اسوي انسجن منها واسحب الفلاب كومبليتلي اصعده على السمنتو انامل جنكشن واسوي له سوتشرنج حتى أغطي منطقة القمر السجن. أوكي يلا نكمل. هذه الكورونال ريبوزيشنج فلاب اللي قلنا لما يكون عندي أما وايد انتبهوا عليها الانديكيشن مالتها، أما وايد قمر السجن بأحد الأسنان أو مالتيبل عدة أسنان مالتيبل، فأجي أسوي انسجن أيضا هنايا من نفس منطقة السن نفس منطقة القمر السجن، أسوي انسجن ميزيال وديستالي هنا أحافظ على البابيلا ما أدخلها ويا الانسجن مالتي. دائما شغلنا من يكون فور استاتيك لازم يكون عندي بريزرفيشن للبابيلي. البابيلي لو تنتبهون هسه من البيشنت مالتكم من يصير عندي بريودنتايتس يصير عندي ريسيجن بالبابيلي تبقى هذه المنطقه مفتوحه، لو تنتبهون على اسنان ابو الستيبل بريودنتايتس او بريودنتايتس ان ريميشن يكون عند هذه المنطقه مسحوبه البابيلي، فنسميها بلاك تراينجل. هم احفظوا هذا المصطلح بلاك تراينجل ما عنده بابيلي هنا. وهسه انطيكم اياها بمحاضره الاستاتيك ان بريودنتال ديزيز نصلحها هذا البلاك تراينجل بعده عمليات، اكو دبل بابيلي فلاب، اكو بريزرفبل فلاب بيحافظ على البابيلي، واكو اصلا حتى ننطيه فيلر. هسه تقولوا لي فيلر هو نفخ وللتجميل، اي ننطي فيلر في منطقه البابيلي حتى ننفخل هي وتسد هذه المنطقة اللي هي البلاك تراينجل. فلذلك احنا لازم هذه مهمة حتى ما تترك فراغ، حتى من تشتغلون مثلا اوبراتيف يقول شايفيها بالكلاس 2 دائما يقول لك حط هنايا وجه حتى تحافظ على الكونتاكت بوينت وهنايا الباب اللي ما تتأثر وما يصير منطقة ستاجنيشن اوف فود وما يصير اوفر هانج. الباب اللي كلش مهمة، اول انفكشن يحصل في منطقه البابيلي، اول ضرر يصير بالبريودنتايتس هي البابيلي تتلف وتنسحب وتسوي لي بلاك تراينجل. لذلك من اجي اريد اسوي كورونال ريبوزيشنج فلاب اجي اسوي سوتشر ده شايفيه واضح السلايد نقصه بحيث احافظ على البابيلي واسحب السلايد اسوي سلايدنج سحب للفلاب الى منطقه الريسيجن اللي عندي واغطي. هذه الانديكيشن مالتها اذا كان عندي وايد قمر السجن مالتيبل اكثر من وان توث واجي اسحبها. هسه تقولي تنسحب؟ نعم تنسحب لان السوفت تشيو هو شلون نسميه سترج ممكن ان نسحبه، ومع ذلك من الداخل احاول اسوي فد هوريزونتال انسجن، هوريزونتال نسميه ريليز انسجن من الداخل حتى اقدر اسحب
وأسوي سوتشرينج وأرجع الأسنان أو أرجع الديفكت مثل ما كانت. أوكي هسا إحنا هنا هذا البروسيجر افتهمتوها كوروناري بوزيشن دفلاب. أحد عنده سؤال؟ طبعا العملية من أسويها لازم أسوي روت بلينينج، أنظف منطقة الريسجن، أسوي روت بلينينج، أطلع هيلثي سمنتم حتى من أسحب يرجع يسوي لي مرة أخرى كونكتيف تيشيو وإبيثيليوم مثل ما هي. أوكي عنده سؤال؟ هسه صارت اثنين للكفرج للروت، lateral repositioning flap أو coronary. lateral من يكون عندي single narrow gum recession، الكوروناري من يكون عندي wide or multiple gum recession. أنتقل وياي زينة فيصل، تسمعوني؟ نعم دكتورة كل شيء تمام. أوكي ماشي. نجي عندنا بعد مشكلة أخرى بالبريودنتال أو إحنا اللي نشتغلها جماعة البريو، اللي هي أيضا مو نتيجة بريودنتايتس بس واحدة من الأضرار المهمة، من يكون عندي هاي فرينال اتاتشمنت. هسه تقولون شنو دوره الفرينال اتاتشمنت بالموضوع؟ مرات يكون الفرينم داخل المصل أو السوفت تيشو بين تو سنترال، مسويت لي دايستما كبيرة مأثرة على شكل البيشنت فما يحبها زين، أو هذه الفرينم يسوي لي بولنج من أجر. أنا شلون أعرف هاي فرينال اتاتشمنت؟ أجر الشفة مال البيشنت حتى أسوي دايجنوسيس، أعرف أنه هذا الفرينم هاي مأثر على شغلي، أجرها أشوفها أجر وياها وياي الفريجن جايبة. من الجر هذه الفريجن جايبة راح تسبب لي استاغنيشن للبلاك، راح تسبب لي بريودنتايتس. إذن الهاي فرينال اتاتشمنت هو سايد افكت أو ريسك فاكتر، أو هو فاكتر للأكيوميليشن أوف بلاك. إذن من شغلنا إحنا لازم أشيل الفرينم، شغلي لازم أشيل الفرينم. هسه السؤال اللي راح ينطرح هي فرينكتومي وفرينتومي، شنو الفرق ويا بيها؟ الفرينتومي يعني نقص بس الفرينم. أغلب الأحيان تصير عندي بالأطفال من يجون لسانهم مكلب بالفرينم ما يقدرون يطلعوه أو يقوم يرتل الطفل، مجرد أجي أرفع اللسان أسوي انسجن ريليز هنا للفرينم يطلع رأسا لسان الطفل، هاي نسميها فرينتومي. يعني مجرد أني دا أسوي ريليز للفرينم يطلع لسانه، ونفس الشيء بالأبر أو باللور اللي بتوين سنترال. إذا ما داخل بتوين تو توث داخل بالبون، مجرد أسوي فرينتومي أشيل الفرينم أقصة يتخلص من عنده المراجع وأسوي سوتشر. هسه السؤال اللي راح يطرح نفسه، شنو الفرق بين الفرينتومي والفرينكتومي وشون أفرق بيناته؟ احنا قلنا أهم نقطة بالهاي فرينم اتاتشمنت انه أسوي بولنج للشفة، أسوي لها بولنج راح يسحب الفرينم المارجن جنجايفة، فراح تأثر تسبب لي ستاغنيشن أوف بلاك، أو يكون عندي سيفير دايستما سنين هذه مفتوحة، معناته الفرينم داخل بيناتهم ما يقدرون يسدوا لا بدايستما كلوجر ولا بأوبراتيف، كل ما يسدوا ينفتح. ليش؟ لأن داخله مصل بتوين توتي. فحتى أفرق بيناتهم، الفرينتومي يكون عندي قلنا بس نقص الفرينم من غير ما ندخل بتوين تو تيث وننظف بيناتهم، مجرد نشيل الفرينم هذه فرينكتومي. الفرينكتومي لا، راح نسوي سيرجري، ندخل على الأسنان نفتحها بهذا الشكل سيركولر انسيجن، أنظف بيناتهم أشيل المصل اتاتشمنت كلته وأرجع أخيط وبعدين أشيل الفرينم الفوق بالفرينكتومي. الفرق بيناتهم بالإكس راي، إذا أخذ إكس راي للتو سنترال انسايزر، أخذ إكس راي أشوف بالإكس راي أكو راديو لوسنس بالسوتشرينج بالبون اللي هو أنتم تعرفون من التشريح الماكزيلاري بون هو تو بون بيناتهم سوتشر بتوين تو سنترال، تمام؟ دائما نشوفوها أكو فت سوتشر بتوين تو سنترال.
مرات أهل الأورثو كل ما يشدون هاي التو سنترال تفتح الدايستمة، كل ما يشدوها يأخذون أشعة يلقون فد راديولوسنس بالسوشر between two part of maxillary jaw أو maxillary bone. من يجون يفتحون أكو هنا فد مصل attachment قوية، لذلك لازم أسوي circular incision هنا، افتح اشيل كل السوفت تشو، اشيل المصل اتاتشمنت هنا انظفه، ارجع اخيط، بعدين اجي على الفرينم الزمه بهذه الطريقه بالارتري فورسبس، واجي اقصه اشيله كليته واسوي سوتشرنج للمنطقه اتخلص من عنده. هاي لا القم سمايل بيفور وافتر، اوكي اتخلص من عنده حتى أسوي سوتشرينج حتى بالمنطقة الميوكوزا حتى يصير عندي good healing، وهنا أخلي باك يرجع يصير healing بس السوفت تشور فوق الداخل between two central تنظف، خلصنا من البون الموجودة between two central. الفرينتومي قلنا والفرينكتومي الفرق بيناتهم أنه إحنا ناخذ الراديوغراف نشوف اذا اكو راديولوسنس، اذا ما عندي راديولوسنس ما احتاج افتح عمليه ثانيه، اذا ما عندي راديولوسنسي بس عندي بولنج بالفرينم هذه اسميها فرينتومي، اشيل بس الفرينم بس السوفت تشو مثل هنا، اسوي سوتشرنج هنا بمنطقه الميوكوزا والاتاج جنجايفا اخلي لها باك تتكون التاج جنجايفا جديدة ويصير عندي هيلينج وينتهي الموضوع. إذا كان لا عندي هاي فرينال اتاتشمنت وكان عندي سوفت تشو داخل مصل هاي مصل اتاتشمنت بتوين تو سنترال، المفروض أفتح سيركولار انسجن عملية أنظف وأرجع أخيطه وبعدين أشيل الفرينال، يعني تو بروسيجر فريناتومي وفرينكتومي. أوكي هنا دكتورة عندي سؤال، يعني أكو clinical test يعني إنه نعرف بيه إذا أكو fiber بين التوث، إنه نسوي pulling، نسوي pulling يعني للنب، وإذا صار يعني area تكون white يعني أكو fiber بين الأسنان يعني مو هيجي؟ لا أنا أسوي blanching test يمكن اسمه ما أعرف. لا ما يخالف صحيح، هو أسوي pulling للنب إذا فعلاً صار هنا بليتشينج وايتش أو جرتها، يعني جرت الفرينال الفريجن جايفال مارجن، معناته عندي هاي فرينال اتاتشمنت، بس هل هي فرينتومي أو فرينكتومي مو بهذا التيست، هاي مجرد هاي فرينال اتاتشمنت. الدايغنوسيس الصحيحة لازم أخذ إكس راي لهاي المنطقة، إذا طلع بتوين تو سنترال بالسوتشر أكو راديولوسنس يعني أكو مصل اتاتش عالية هنا، إذا ما طلعت يعني بس نحتاج فرينتومي، بس هذه البولنج بس إلى أنه هو هاي فرينال اتاتشمنت أو لا. الدايغنوسيس باي راديوغراف. أوكي يعني؟ تمام دكتور، يعني ما تبين عندنا إلا بالراديوغراف. لازم بالضبط، لازم بالراديوغراف، يلا أفرق أنا حسوي فرينتومي أو فرينكتومي. بعد منو عنده سؤال؟ دكتورة بلا زحمة بس يعني مثلا هسه الزت بلاستي سويته without circular incision هنا يعتبر فرينتومي؟ اي اذا تمام. اشيل بس الفرينم، طبعا الزت بلاستي هاي من سامعها صارت old technique السيرجري دكتورة، اي صح، هسه احنا مدى كلش نستخدمها بالارتكل الجديدة والكتب الجديدة، الزت بلاستي هنا يسوي مثل حرف زت يسوي undermining حتى ما ترجع تصير اتاتش وتخيطها، هسه بالجديد يقول لك ما تحتاجها، اذا هي مجرد فرينتومي ما عندها مصل اتاتشمنت بس اشيل الفرينم اسوي اندر مايند هنايا بس بمنطقه الميوكوزا طبعا باللب واسوي سوتشرنج هنايا وهذا اشيله وهنا اخلي باك على منطقه الاتاتش جنجايفا، هذه فرينتومي. اذا اكو راديولوسنس بتوين تو سنترال تصير قلنا فرينكتومي، لازم افتح هنايا circular incision أدخل أنظف between two sutures وأرجع أسوي suturing. أوكي دكتورة ممكن سؤال ثاني؟
ايه دكتورة بالنسبة للكورونالي بوزيشننج في لاب، ايه لي وين الحد مالتي مال الفيرتيكال انسيجن يعني حتى أحقق جود ريليز؟ اها خلاص سؤال. شوف اني مو فتحته بهالشكل هذا، اجي ارجعه بايدي اشوفك يعني غطى المنطقه، هاي واحد. اثنين طبعا اني ما اقدر ادخل يا دوب اعبر الميوكو اتاتش جنجايفا، شويه اعبرها ما اوصل مثلا الى منطقه اللب، مجرد اعبره. زين ليش اعبره؟ لانه الميوكوزا ستريتش حتى اقدر اجره، تعرف شلون؟ يعني حتى الانسجن مالتي وذ ليمت، ما اقدر ادخل فد مره اوصل الى اللب، اعبر على الميوكوزا اي اعبر وابدي اجره اشوفه يغطي. وقلنا من الداخل هنا فد انسجن خفيفه، او يعني مجرد بالسكالبل مالتي اسوي فد خط او خطين نسميها ريليز انسجن، حتى من اسحب يصير عندي مجال تجيني ما تكون متنقه. بس من اعبر على ميوكوزا قلنا ما اوصل الى منطقه اللب، اعبر خلينا نقول فد 2 مليم حتى ممكن اسحبها، يعني ايش قد اقدر اسحب اغطي. وقلنا مرات هي هذه الانديكيشن مالتها اذا عندي سفشنت اتاج جنجايفا، تشوفون عندي سفشنت اتاج جنجايفا ادخل قلنا على ميوكوزا فد 2 الى 3 مليم واسحبها. اذا ما كان عندي سفشنت اتاج جنجايفا، احنا هنا راح تدخل قلنا هسه راح أعيد أشرحها في محاضرة الأستاتيك، راح تدخل عندي مشكلة ما عندي أتاج جنجايف هنا، القمر السجن مثلا كلش عالي أو هو أساسا نارو أتاج جنجايف، أجي أروح على منطقة البلت أخذ فري جنجايفال جرافت أخليها أو أخلي ألوديرم أغطي هذه المنطقة، يعني أستعين بطرق أخرى حتى أحافظ على هذه. إذن اللي يحكمني أو يحدد لي هي كمية الكيراتينايز جنجايفا او الاتاج جنجايفا، ايش قد عندي هذه المنطقه وايد، ايش قد كيراتينايز حتى اقدر اشتغل بيها. تسلمين دكتوره. عفوا بعد منو عنده؟ هذه هي دكتوره. هين دكتوره بس الفرينكتوم من وراها نسوي فرينكتوم. صوت مال واحد توا قاعد من النوم. زهراء. زهرة شنو سؤالك ماما؟ دكتورة الفرينكتومي بس نواخر بيها اللي بين السنترال انسايزرز وبعدين وراها نسوي فرينكتومي حتى نشيل هاي فرينو اتاتشمنت لو هي نسويها كلها. اي اذا عندي دقيقة، اذا عندي مصل داخلة بتوين تو سنترال، شفت بالراديوغراف اكو راديولوسنس، ابدي بالعكس ابدي اسوي سيركولر انسجن اشيل المصل اتاتشمنت جوا بعد الفرينو موجود عندي حتى ما يصير عندي بليدنج، اشيل المصل اتاتشمنت انظفها طبعا باي اول مره نسوي بريوسيوم اليفيتر نرفعها وبعدين ننظف باي يعني حاد حتى لو بالكيوريت انظف بيناتهم وارجع اسوي سوتشر ترجع اللثه مثل ما هي، بعدين ابدي اشيل الفرينم، ابدي اشيل الفرينم باي فرينتومي، يعني مرحلتين تو بروسيجر. اوكي طبعا بالليزر هذا الشغل من يكون عندي ما نسميه احنا كونفنشنال بالضبط مثل الجنجيفكتومي. الجنجيفكتومي تتذكرون عندنا نوعين، عندنا كونفنشنال اللي احنا نسويها بالسكالبل وعندنا الليزر. بالليزر مجرد اجي على منطقه الجنجيفكتومي الفولس بوكيت او الانفليم جنجافا، مجرد الزم الليزر كانما لازم القلم اخطها كلها اشيلها نظيف، طبعا ما بي بليدنج ما يحتاج الى باك، العمليه كلش نظيفه. هسه انتم من تداومون دراسات العليا موجودين خصوصا جروب يوم الاثنين واني عندي عمليات وياهم، اللي ما عنده بيشنت او مخلص ويلحق خلي يجي نتفرج. حتى احنا قبل الريكويرمنت ما عندهم هسه انا مسوي لكم يا نتيجه هذه الظروف شالوه ما اعرف، بس كان يجي طالب صف خامس يوقف خصوصا اذا عندكم انتم بيشنت وصل مرحله جنجيفكتومي او وصل فلاب وبريودنتايتس وصل فلاب، يجي ويا الدراسات العليا نسوي عمليه وهو نحسب اللي هي كيس اسيستنت. فلو تجون تشوفوها بالليزر من نجي نقص الجنجيفكتومي او حتى من نجي نسوي فرينتومي باي ليزر، ما نحتاج لا سوتشر ولا اكو عنده بليدنج ولا باك، راسا نلزم كانما لازمين القلم بايدينا نقص بهذا الشكل
نشيل الفالس بوكيت ونقول للمراجع روح مثلا كراون لينثنينج، يروح اوبراتيف، يروح هو بس فور استاتيك تخلص له من الفالس بوكيت، او يروح يكمل فلنكش ان يعني وات ايفر. ونفس الشيء بالفرينم، بنريد نسوي فرينتومي بالليزر، مجرد نقص هذه المنطقة نشيلها باي ليزر من غير ما يصير عندي بليدنج، من غير ما أحتاج إلى سوتشر، من غير ما أحتاج إلى باك، كلش حلوة العمليات. فقلت لكم أنتوا خصوصا يوم الاثنين أنا موجودة عمليات ويا الدراسات العليا، كل هذه الشغلات نشتغلها. فممكن تشوفوها، ممكن نفس البيشنت مالتكم من يوصل مرحلة عمليات تتفقون ويا الدراسات تجيبون نشتغلها وتعتبروها كيس أسيستنت لكم. عندكم السنة بالريكوايرمنت أسيستنت عمليات؟ لا لو شالوها على مود الدكتورة أتصور شالوها. حرامات، كان كلش يعني ماكو حلوة هذه الشغلات وتشوفوها. حتى يعني كنا من نخلص مثلا ورا نص السنة نخلي أبو صف خامس بنفسه يشتغل جنجيفكتومي خصوصا الكونفنشنال، حتى يتعلم شلون يقيس البوكيت الفالس بوكيت شنو هو، شلون يستخدم هاي الكوين كابلن والأدوات الجنجيفكتومي نايف وغيرها الكريكلان. فكان أكو يعني وقت، ووقت العيادة طويلة 3 ساعات، فكان نقدر نشتغل هذه الشغلات. يعني بالنسبة لكم سهلة lateral repositioning flap كلها ممكن إنه صف خامس يشتغلها. زين، فهسه صار عندنا الشغلات اللي إحنا ممكن نسويها، إنه نقدر نسوي lateral repositioning flap اللي قلنا هي مو treatment، هي for aesthetic. نقدر نسوي frenectomy وfrenectomy، واللي هاي أيضا نعتبرها prevention، حتى إذا كان frenectomy مسوي لي pulling أو مسوي لي دايستما تعتبر for prevention أيضا، مو نتيجة treatment للperiodontal disease. مرات يكون عندي stable periodontitis أو healthy periodontia. من العمليات الحلوة وأعتقد إحنا شرحناها بالكورس الأول عندي الجامي سمايل، أيضا هذه العمليات اللي إحنا نعتبرها for aesthetic، يكون عند البيشنت أما هايبر لب، هايبر أكتيف لب، فهنا يبدي من يضحك حيل يسحب الشفة مالته فتطلع الأتات جنجايفا. هاي دعايتها لأنه هي من طيتكم إياها بالفصل الأول، هي ضمن محاضرات الأستاتيك أيضا، طيتكم تفاصيلها ونزلت لكم إياها أعتقد همين بي دي أف وباوربوينت وتسجيل. فإذا أما عندي الهايبر أكتيف لب، فمجرد أنطي بوتوكس هنايا، بوتوكس بالشفة اللي فوق بالضبط ويا الآلة of the nose، أنزل جوا الآلة of the nose أنطي 2 point و2 point من البوتوكس بالجهتين تنزل الشفة مالته. أو إذا كان عنده هاي اتاج جنجايفا، هاي اتاج جنجايفا، اسوي ليب ريبوزيشنج فلاب، واللي هو افتح سوتشر ايضا بمنطقه الجنكشن بين الاتاج جنجايفا والميوكوزا، واصعد على الميوكوزا مثل الموزه واسوي له سوتش واشيل واسوي سوتشرنج، فتنزل الشفه مالته تغطي حسب الاتيولوجي اوف الجام سمايل شنو سببها. هل هي هايبر اكتيف ليب، هل هي التاج جنجايفا كلش عالي، ام شورت كلينيكال كراون. شورت كلينيكال كراون مرات يصير عندي ديلي بالاربشن اوف كراون ويا ديلي بالريليز اوف جنجايفا من يطلع بالاورال كافيتي، فيصير عندي شورت كلينيكال كراون. أبدي أقيس هنا إشقد البيولوجيكال ويث، يكفي لو ما يكفي، إشقد أكو كيراتيناز جنجافة، أقص أسوي كراون لينثنينج، أقص كراون لينثنينج. إذا كان عندي كمية مناسبة من البيولوجيكال ويث أسوي مجرد جنجيفكتومي، أوصل المفروض الكاتينج مال الكناين الاند أو الكاتينج مال الكناين يكون بمستوى السنترال اللترال تقريبا 1 مليم أنصى من عتهم، هذه نسميها الجنجايفال لاين أو الزينث. السنترال الجنجايفال لاين مالته بمستوى الكناين واللترال تقريبا 1 مليم أقل،
أما باي جنجيفكتومي إذا كان عندي بيولوجيكال ويدث كافي أو نفتح سيرجري ونشيل من البون حتى يكفينا البيولوجيكال ويدث ونسوي له كراون لينثنينج باي فلاب. هذه الثلاث طرق. مرات يكون عندهم الليب هي خفيفة أو very thin أو narrow lip نمليها فيلر حتى تغطي الأتات جنجايفة، وهذه أيضا موجودة وعندنا كيسات كل شوية بالدراسات، وحتى كان يوم الاثنين كان عندنا مراجعة عالجناها بس الفيلر، ثخنا الشفة مالتها وضربتها بوتوكس، نزلت الشفة مالتها غطت الجامي سمايل. هذا البيشنت هذا من مراجعين سوري هذا من المراجعين مال العام، هذا البيشنت العام أو أول العام، هذا سوينا له lip repositioning flap، سوينا له crown lengthening، طولنا الكراون وغطينا الجامي سمايل مالته، هاي بيفور وهاي أفتر. قام من يبتسم، هتشوفون هاي بعد السيرجري أكو آثار بالبلد، من يبتسم ما تطلع الأتات جنجايفا مالته اللي كان ضايج منها. هذه هي العمليات اللي هي يعني مفروض تطلعون عليها تعرفوها، اللي هي غير الجنجيفكتومي والموديفايد ويتمنت، قلنا ديش تعتبر تريتمنت، هذه تعتبر فور أستاتيك. أوكي، أحد عنده سؤال؟ ها صف خامس. دكتورة السؤال، احنا مطلوب من عندنا مريم دكتورة، مطلوب من عندنا نعرف الانديكيشن مال كل وحده، يعني مال شو وقت اسوي جنجيفكتومي او شو وقت انطي بوتوكس في حاله الجامي سمايل. اي طبعا انت اذا حتى اذا ما تريدين تشتغليها، فانت مثلا سوي له دايجنوستس وسوي له ريفيرت على الاقل من الدزيل طبيب، يقول مثلا هذا عنده جامي سمايل، فأنا إذا أشوف مثلاً هذا هايبر ليب أو هذا هاي أتات جنجايفة، فمثلاً العلاج مالتها راح يكون هيك وهيك، ممكن تشتغلها أنت for your knowledge وممكن تشتغليها أنت. يعني دكتور قصدي إنه كهس إحنا مطلوبة من إن نعرف الإنديكيشنز مالتها لو لا، يعني إيه طبعاً بالفصل الأول أعطيتكم إياها المحاضرة بالتفصيل، بس ما دخلناها بامتحان نص السنة، خليناها ليش داعيتها العداني، خليتها على الفصل الثاني. اوكي تمام شكرا. إيه بس انطيتكم اياها بتفاصيلها. بعد منو عنده سؤال؟ يلا خلصت، تروحون تكملون النوم قبل ما شو اسمه تجوعون قبل الفطور. احد عنده سؤال؟ اها هي ننهي. فيصل احد رافع ايده؟ احد عنده سؤال؟ لا دكتور ماكو احد. أوكي، لا تخلي ننهيها اليوم حتى إن شاء الله نكمل بقية السيرجري بالمحاضرة الأسبوع الجاي إذا الله خلانا طيبين. رتب التسجيل فيصل عيني وهمين دزليا حتى أنزلها على كلاس. نزلت لكم المحاضرة PDF